صباح الخير مشاهدي متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. كيف تتابعوا تشاهدوا معنا أقل ما يمكن القول عن هذه الحالة، حالة كارثية أو حال الغيس والروائح الكارهة هنايا في هذه الدردشة اللي غادي نعطيو الكلمة لواحد من التجار ديال الأسواق الأسبوعية، وخاصة يعني خاصة في المواشي هاد البلاصه هادي قريبه على بلاصه المواشي. السلام عليكم. عليكم السلام. شد 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 بيدك. كي داير المرضي؟ لاباس الحمد لله. كي داير مع هاد البرد ومع هاد الجو ديال السوق؟ صاحبي الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. عندنا اللايف على هاد الروايح. حنا قلت لي انا دايز، قلت لي اجي هضرنا على هاد الشيء كذا شي. كنخصنا اخويا والله الا مكرفصن بالله، وكنطلبوا من المسؤولين يقادوا لنا هاد الوضع. هذا راه الوضع مزري، انت كتشوف بعينك. ناس راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنسطاليو ما كنلقاوه ينزلوا كسيبه. ها انت ها كل شيء قدامك. نعم. جينا نجيبوا خضيره، ها انت خصك دوز واهلي مين وتولي عاد قد نقز. وحنا كنخلصوا القوانين ديالنا، كنخلصوا على الكسيبه، كنخلصوا على الطوموبيل. ايوا كنتمنوا من هالمسؤولين يشوفوا هالوضع هذا الكارثه. اي حاجه اي حاجه دخلت السوق تخلصوا عليها. كنخلصوا عليها ال 207، كنخلصوا عليها الكسيبه، كنخلصوا عليها العرض 600، الخروف صغير 1000 فرانك 10 دراهم. ايوا انت كتشوف هالوضع اللي كنعيشوه. انت كتشوف جينا نتقطعوا خصنا ندوزوا من هنا ندوزوا. انت شتي الراجل كيف حرى فين؟ صح. ايوا والله الله والموج وطلع المرض. ولا المسؤولين ما تيقلبوش ما تينقلوش هاد الدنيا هنايا. ايوا انت كتشوف الحاله راه حالة الله. انت كتشوف الحاله مزريه اود عمي. دابا هذه البلاصه دابا حنا كنطالبوا من هالمسؤولين يقادوا هالوضع هذا. جيتي على غفله. واش كاين شي مسؤول هنا؟ واخا الاخ يكمل معايا. واش كاين شي مسؤول هنا؟ دابا شوف شهاد الدنيا هذا. دابا شوف المال اللي هو المنتج. نعم. ديال الكورناش وبني هود. الناس دابا هما كيبغيو قطعه. شوف 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 كي غايديروا هاد الناس. المسؤولين كيبغى يعرفوا غير الفلوس. جبتي دجاجه تخلص عليها. اي حاجه دخلت السوق راه. الدجاجه اللي دخلت هنا تخلص عليها، طونوبيل تخلص عليها. سوق كبير هنايا. سوق كبير تبارك الله، وكاين الرواج كاين، ولكن المسؤولين ما كيراعيوش هاد الناس هادو. يعني البنيه التحتيه ضعيفه بزاف هنايا. ضعيفه مكي. بزاف ما كاينش شي حاجه. انت كتشوف. شوف الماء تاني الوسط. شوف الدم تاني مواصل. هذا راه خصو شي واحد حار يشوف فين يخوي. الحاله هذه راه مزريه. شوف انت كتشوف في الريحه عينك. شوف كيفاش تديروا مع هذه الريحه استاذ؟ ايوا صابرين اش غنديروا دابا. المسؤولين هو ما كيجيش حتى يراقب السوق ولا كيشوف الا وقعت لك شي حاجه هنا ما يجيش حتى لعندك. صح. ومع العلم ان يعني المواشي تدخل هنا كثيره بزاف. البقرة شحال العرض شحال يخلصوا على البهيمة مثلا بقرة أو عجل كبير؟ عجل كيخلصوا عليه 30 درهم، النعجة كيخلصوا عليها 10 دراهم، الدجاجة كيخلصوا عليها 2 دراهم، فروج. أي حاجة دخلت السوق؟ أي حاجة دخلتيها هنايا غادي تخلص عليها. أموال كبيرة تدخل. ما عندكش أنت شي ما عندكش شي ضامن اللي يضمن لك حق ديالك. نفس السوق مثلا اذا وقعت لك شي شفاره ولا شي حاجه ما كاينش اللي غادي. نعم نعم. هذه من بين المعاناه اللي تعانيوها التجار يعني. التجار بزاف الناس كيعانيوا بزاف. صح. ودابا الحمد لله القضيه راه مزيانه، والكسيبه دابا الحمد لله شويه. ربي راه رحمنا بهذا المطار. نعم الحمد لله. والله يكون شي عام يكون زين ويرخصوا شويه العلف. ان شاء الله. العلف راه واصل دابا راه مصيبه كل العلف. يعني شحال هذه يصور فيها؟ ونخلا ود عمي كانت ب 17 دايره 2200 دابا. ولات 2200. منظر المكناس داير 8300. واش منظر ديال المكناس داير 8300. الضرا دايره 9000. ايوا فين غادي ود عمي؟ لا اله الا الله. فين غادي ود عمي؟ البال هو وصل عاوتاني وصل 700 ريال. المهم مشاكل بالجمله وصافي. مشاكل بالجملة. الله يدير شتا والله. دابا انت عاوتاني انا جاي من الهيل كيلومتر ديال الطريق باش ندوز. نعم. انت عطيه بريكا ودابا شوف الناس. ها صور راه فينا. شوف الناس كيف كيديروا يعديو. شوف الناس حمل اثقال اود عندي. شوف كي غايديروا دابا هذوك الناس. صح. لا حول ولا قوة الا بالله. نطلبوا الله من المسؤولين يشوفوا من هذه الحالة هذه. حاله كارثيه. دابا الا بغيت مثلا تدخل شي بهيمه للسوق ولا شي حاجه خاصك ضروري تخلص عليها الصنك. ضروري تخلص عليها الصنك. 30 درهم
20 درهم 10 دراهم هكا ياك 10 دراهم للبهيمه الصغيره البقره 600 عاود عاود اش يدرس انت راه يلا الكسيبه الرقيقه خروف نعجه خروفه صغيره عاد خلقت 10 دراهم 10 دراهم البقره الدروبه العجل 30 درهم ولكن هذا الشيء ماشي كون يقادوا على المسائل ماشي مشكل ماشي من حقهم دابا انت ما كاين حاله ما كاين حاله ود عمي والله يرحمنا بالشتاء امين الله يجعل ربي يرحمنا وهذه الريحه دريسي الريحه احنا عايشين معاها ضروري خصك تسوق ود عمي من الفجر وانتم واقفين قدام من الفجر وقبل الفجر قبل الفجر الوحده راني هنا والوحده اللي راني هنا ود عمي وفي الليل دابا كدير تعدي من كتصبح انا كنت كتجي عندي منور حتى ل 11 باش كنقلب على الساك الدراري يا ود عمي معايا الشمع الربعة ومع الوحدة راني هنا الشمع الربعة كنقلبوا على طريف الخبز نشموا الريحة نشموا اللي كان نتعذبوا البرد الترونسبور مرة تجيبوا ما مرة ما تجيبش المصاريف ايوا نطلبوا من الله ومن المسؤولين يشوفوا من حالنا هذا الشيء اللي كاين نطلبوا من الله والمسؤولين يشوفوا من الحال ديالنا السوق دابا تسارى في السواق تشوف هاد السواق هادو راه مشكله هاد السواق تفضل تفضل شد الميكرو وكنشكروا على الدين اجينا 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 ومن هالمنبر كنشكروا السي عز الدين الحديوي عز الدين ود عمي عبد السلام مول الحوينيته نعم مول الحوينيته ومحمد ود سعيد من هنا حتى الغوازي وشكرا الله يعاون واشرف اشرف الله يعاون دوك اخويا دابا خصك تجي تشوف عاوتاني السوق هنايا انت كتشوف خصك تجي عاوتاني السوق ديال قريه بو محمد شحال 200 مليون 150 مليون 200 مليون يلا هو دابا كي غادي نشوف هاد الحاله شوف شوف هو الحار يلا خصك دابا هنا بوط ولا خصك ثلاث فور ولا حالة شي طوموبيل خصك غادير ليها وتيوحلوا الطوموبيلات هنايا ورا درع منهم ما يوحلوش وحال بعض الغيث هذا راه المنكر هذا صراحه الله ديك الحاله كارثيه كاين مسؤول اللي يجي يقابل هذا الشيء مع العلم يعني السوق عنده مداخل ديالو كان بالامكان انه يتصرف عنده مداخل وما كانش عنده مداخل ما كاين لا مداخل راه ما كاينش ميزانيه ولا شي حاجه ما كاين المداخل ولو دخلها دجاجه تخلص عليها نعم الصور يعني الحاله هذا شوف الماء منين هود من القرنه نعم قلنا هي هذه دابا لاحظ معايا الدم فين هوال اه تاد الريحه والريحه ريحه كارهه جدا الله يستر والله يرزقكم الصبر اللي انتم عايشين هنايا صراحه صراحه الله يدير خير امين يا رب سيرش ميمشيو عليك الدراري الله يعاون الله يسلمهم انتم بدا تشوفوا مشاهدي متابعي قناه الشعب قناه شوف تيفي الحاله الكارثيه اللي وصل الى هذا السوق هذايا والاسواق الاسبوعيه بصفه عامه يعني الاسواق الاسبوعيه في العالم القروي طالها التهميش والاهمال تصبحت في هذه الحاله الكارثيه اللي لا تليق بالكرامه ديال المواطن عيب وعار اننا نشوفوا هذه الاشياء بحال هكا اللي ما تتشرفش احنا كمغاربه وكساكنه ديال العالم القروي فالاسواق الاسبوعيه عندها مداخل عندها موارد ماليه مهمه اللي كان بالامكان انها تكون افضل مما كان ولكن مع الاسف الشديد لا حياه لمن تنادي المسؤولين في الاماكن بعيدة كل بعد على المحل اللي تشتغلوا فيه الدراوش والفقراء وابناء الشعب تلقاهم في اغلب يعني ما تسكنوش في هذه القرى اللي تيسيروا الشان المحلي ديالها تيجيو في الدورات ديال المجالس المنتخبه ومن بعد يعني ما تبقاش يبان لهم الاثار من الدوره للدوره تيكون ذاك الحضور ديال الرئيس والاعضاء المكتب والمجلس الى اخره او في الفتره الانتخابيه الفتره الانتخابيه يجوبون كل ازقه وكل دروب وكل مداشر من اجل انهم يستقطبوا اصوات ديال الضعفاء وديال الدراويش باش يصوتوا عليهم ويمشيو يهتموا بالمشاريع الخاصه ديالهم وبالمكاتب المكيفه ديالهم وتنساو يعني المعاناه ديال الدراويش وديال الفقراء وديال ابناء المغرب العميق الحياه اليوميه ديالهم يعني كلها معاناه تشوفوا الناس كيفاش تينقزوا يعني خاصك تكون تتنقز باش لا بغيتي تقطع في هذا السوق هذا انتم تشوفوا يعني هنا بادوار تهود الدم مخلط مع الماء مع يعني اقل لا حول ولا قوه الا بالله ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم كيفاش نعبر ولا كيفاش نوصل لكم المعلومه اسواق مهمشه
نهائيا. حالة كارثية، مع العلم أنهم يعني تجولوا الناس بزاف وفيه مداخل بزاف، كان بالإمكان أنه يتصرف عليها غير ديك المداخل ديالو، لكن مع الأسف الشديد ما لا حياة لمدينة دي. كيف ما قلت لكم المسؤولين بعيدين كل بعد من هموم ومن مشاكل المواطن. وياه، لا إله إلا الله، وياه، شكرا. كل شيء بغي يهضر، كل شيء ما عجبوش الحال، كل شيء تتشوفوا الحالة اللي وصل لها السوق ومشى من هنا شي كامل. ملي تنقلبوا المغرب المنسي راه فريمون منسي، غياب المحاسبة، غياب المراقبة، العالم القروي يعني في عالم آخر، كأنه منسي نهائيا. لا حياة لمن تنادي، لا جديد يذكر. الأجواء تتشوفها محمد الطالبي، محمد دمناتي، هذه البلاصة جات جرف الملحة، هذا أكبر سوق إقليم سيدي قاسم ومن أكبر الأسواق في المملكة، يعني سوق كبير تلقى فيه الخيرات ديال المواشي وديال كل أنواع ديال المواشي، تلقاها معروضة للبيع. ولكن قلتلكم يعني السوق مهمش، غياب أبسط شروط السلامة والنظافة راها ما كايناش. لا يعقل انه يكون مجزره بحجم سوق جرف الملحه وما عندهاش واد الحار، ما عندهاش واحد غيس القضية يا كان. شوف تي في تحية. الله يحفظك. وي شوما. شوف الحياة دي جرمة. ياك. ولا ما عرفتش. درشي. سير ولدي، سير باقي صغير، سير باقي صغير عمي، سير ايوا، سير تلعب. سير ايوا، سير بحالاتك. كارثة بما قلت تحمل، بما تحمل الكلمة من معنى صراحة. كارثة بيئية تتهدد يعني السلامة الصحية والعقلية والجسدية ديال الأفراد والأشخاص. عاكيلة كبار 400. شنو كتشوف هاد البيت؟ تنشوف هاد، كيش بان لك أنت في هاد الشيء؟ ما كاينة حالة وصافي، ما كاينة حالة. والله إلا تفضل، هذا قلنا. لا ما كاينة حالة، ما كاينة. الدنيا مكرفسة. الدنيا مكرفسة بزاف. الناس دابا مساك تعديو منا ونحاول نرصد. دابا انت كتشوف المسؤولين ما كاينش منهم مره، كاين ما كاين حاجه في هاد المسؤولين. انت واش تتسوق ولا بايع شاري ولا؟ لا كنبيع وشري وكنتسوق وكندير كل. كيف تدوز الصباح كامل هنايا؟ الرحبه ديال المواشي هي هذه وانتم هنايا وهاد الريحه؟ هاد الريحه صاحبي قاتلتنا ولو ولفتوا مع هذا وبقات تجيكم عاديه؟ بقات تجينا عاديه، وبالحق كاينه اللي فيه الحساسيه كيمشي من هنا للدار. بريد. بريد. نعم بريد في الحساسيه. الله يدير شتا ولد. كنت دايز وما طلبوني شي بيع وشري، قال لك هضرنا على هذا الشيء ووصلنا الرساله ديالنا لهذا. وما كتوصليه. وها هي مبات مباشر، ها انت مباشر قول تفضل.
قلت لك ما كايناش، ما كاين حاله. قول انت بغيت. ما كاين حاله. انت ما كاين حاله والمسؤولين ما كاينش منهم. الله يدير شي تاول بالخير. عندك عمي. صراحة نتمنوا المسؤولين في الوزارة أنهم يشوفوا مثل هاد الكوارث هذه اللي تتوقع في العالم القرن. السلام ورحمة الله. لاباس أسيدي؟ مزيان صحة مزيان أنت بخير؟ الحمد لله. ممكن نهضروا شوية؟ مرحبا. تفضل. زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرحم والدينا. هاد الاسم الكريم بعدا. انا رحيم محمد من دوار غزيلات حجاوه. شرفينا. نعم اخويا، هاد الظلم هذا، هاد الشيء، هاد العفن هذا، راه زعما في الحقيقة أثر علينا بزاف. نعم. الله يرحم والدينا. كنأيدهم مسؤولين ديال هاد المجتمع هذا اللي خصهم ياخذونا من هاد الشيء، هاد الوصح وهاد الخليط. كرفيسة. نعم. الله يجزيهم بخير. كنطلبوا الله تعالى تبارك جلالة الملك يعني يعاوننا في هذا الشيء هذا وينقذونا من هاد المواطنين هذا راهم كيتهلكوا، وراه عيالات ورجاله وكل شيء راه مشرد، وانتم كتشوفوا دابا فوق ظرف عام ولا عامين وهاد البحيره خدامه. هادشي ماشي معقول. والريحه ثاني خانت. الريحه كارهه خانته بزاف، كاع ميكروب بزاف هنا واثر علينا في الطريق. الله يرحم الوالدين. الله ما خصهم يحاولوا يشوفوا ينقذونا من هاد الشيء هذا. الله يجزيهم بخير. نتمنى الرساله ديالكم توصل. نفس الصوت انا شاد شحال تقول هضرنا على هاد المصيبات بحال هاي تقول بحال ايوا هذه قلنا هذا كله راه كيتباع ب 600 مليون شحال ما يهضروش ما الناس حشماني ها صاحبي المرسل بالله والله واش تبيعوا شري نتوما هنا في السوق تبيعوا شري في القرايه كنت دوزوا الصباح هنا في هذه الروايه جيتي الصباح انا كاين والله الا جا عندنا السيد مسكين من القصار ضعيف قسما بيا من باش يدي عندنا البهايم باعوا شري والله الا مشى حالته على الخمس في هذيك الغيصه صاب وطاح والسوق راه كيدير 600 مليون شحال تقريبا تخلصوا على البهيمه الكبيره تاع 600 درهم باش كنخلصوا له 600 صاحبي وهاد الكرفيص 600 وهاد الكرفيص شوف على الحاله 600 هاد الحاله هادي راه ما يديرها حتى واحد والله الحاله راه ما يديرهاش وخا العدو ما يبغيهاش 600 شوف على الحاله شوف حنا دابا السوق هذا كنخلصوا الفلوس السوق راه اليوم عاد 300 بعدا والله ما عاد 300 في الاربع ديال هذا 300 هاد ما موزن 300 تخلصوا 600 درهم ديال العرض 600 ديال العرض وشوف على الحاله شوف هادشي راه منكار جيت عندنا اليوم ضايف من القصر نعم صاحبي صديق ديالي جا دا جبهه مسكين 14 مليون تبارك الله صديق ديالي وطاح انا قلت لي في هذا الغيصه طاح مسكين مشى ريحته على الخمس لا حول ولا قوه الا بالله طارق السلام الله يديكم على خير امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين وهذا تشوفوا الشيء الحاله والاراء ديال الناس الساكنه المحليه هنا كرفسين ياك عمي الله يا ودي شاد شاد اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر راه الانسان صاحبي راه اللي قلبه الحنانه والرحمه راه ما خصوش يدير الخوف راه شي عيب وحياه وعار عيب وعار والله لا عيب وعار دابا شحال الناس والله الا حد الفقيه مسكين وحد الفقيه جلابته بيضاء نعم. وغادي بهاد الحاله هذه هو كيفلس وكيطيح في هذه البحيره هذه والله الا مشى مسكين بالجلابه ديالو بيضاء الى حشم ونصلها ودارها في الميكا في الباش عيب هذا الشيء راه حشومه عار والله لا عارف بالله اللهم هذا منكر اودي اللهم هذا منكر تنطلبوا جلاله الملك يفتشنا ويصيفطنا المسؤولين لهذا الشيء هذا يحيدوا علينا هذه البحيره هذه راه عيب ديروا على الاقل على الاقل غا قادوس ديال 10 متر غا قادوس يديروا هنايا يا صاحبي يديروا لنا شي حاجه الله يحفظك المرضي الله يهديك الله يحفظنا والدينا احنا ما بينا منين دوزوا كنا نزلقوا نطيحوا دابا وقالوا تيطيحوا الناس هنايا تيطيحوا طاحت المراه وطاحوا هذا تما في هذيك صاحبي طول الحاله ما بينا منين دوزوا
الليل كان ما كنلقاو كنديرو. صح، لا يدير شي تاولد الخير، الله يدير شي تاولد الخير. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء، الى هنا اودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. نتمنى تتفاعلوا مع هذا البث هدايا، تبارطاجيوه على نطاق واسع، يعني معاناه حقيقيه يعيشها الناس هنايا، وخاصه في الاسواق الاسبوعيه، واخص بالذكر السوق ديال الله يرحم الوالدين هنايا. والو انتم كيف شفتوا المواطنين كاعيين ديال بصح على المسؤولين صراحه، يعني اللي تشوف هاد المشاهد وهاد صراحه لا اجد الكلمات المناسبه للتعبير. تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين، والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.